لكل إنسان منا قمة صعدت برفقة الأستاذ إبراهيم نصر الله وآخرين إلى قمة جبالية وتنقسم إلى قسمين. إحنا طلعنا عشان نساعد أطفال فانيين من خلال جمعية تبرعات جمعية إغاثة أطفال فلسطين. كان هدفنا رفع علم الفلسطيني على قمة كليمنجارو لدرجة إنه وإحنا بنرفع في العلم بكينا وإحنا زامين أعلام فلسطين. نتخيل أنفسنا حاملين العلم على مآذن القدس ومساجد القدس وعلى كنائس القدس. أعتز بوجودي في طول كرم وأعتز بوجودي مع قراء طول كرم الذين أتواصل معهم دائما باستمرار، ومعتز بوجودي على هذه الأرض فلسطين التي يعني أمضى الإنسان كل حياته يعمل من أجلها ومن أجل يوم أجمل لها ولشعبها لنا جميعا.